في حديث عائشة أن الله يحب الملحين في الدعاء، فالإلحاح في الدعاء له شأن عظيم، وطرق الأبواب بالمسألة بالعبادة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يوشك من طرق الباب 40 مرة أن يفتح له. إيش 40 مرة؟ يعني من صلى 40 ركعة في اليوم والليلة. الفرائض 17 ركعة، الرواتب 12 ركعة، والوتر 11، هذه 40. يوشك من يطرق الباب 40 مرة أن يليج. يقول في كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق العجلي معروف سيد من سادات المسلمين: ما وجدت مثلا للمؤمن إلا رجلا في البحر على خشبة انكسرت به السفينة فتعلق بخشبة من خشب هذه السفينة وهو في وسط البحر، قاموس البحر، هو في قاموس البحر يعني في وسطه، يدعو يا ربي يا رب، يريد النجاة، وفي هذا الموطن يخلص ويلح. فعلى الإنسان أن يتصور مثل هذا المثل وأن يجعل حياته كهذا الغريق، لأن الأمواج تتقاذف في هذه الحياة ولا يدري بما يختم له، فعليه أن يلهج بهذا الدعاء: يا ربي يا رب، لعل الله أن ينجيه.